شباب ايه الاخبار؟ معاكم سام سموي تاني، يوم تاني خالص وفي زمن مختلف ولعيبة تانية، ورحنا وعملنا موعد وجينا وكده. معانا كابتن اسلام، اول مرة تشوفوه في حياتكم. هنقول اسلام برضو جيريمي مثلا. جيريمي معانا. خالد وموزة، كابتن موزة لازم نغرب الفاكهة. طيب قبل ما يموت مننا ان شاء الله هيشرح لنا البرو ليج بوزنج، تحب تضيف ايه على الحتة دي؟ البرو ليج بقى اسهل بكتير. ليه؟ هما تو سايد، فانت تقدر تلم بوينت فيه بسهوله. تمام، تقدر تلم بوينت في البروليك بسهوله. ليه؟ انت عندك وضعين اللي هو الفرونت والباك. مفيش بقى الديتيلز المعقده اللي شرحناها في الحلقه اللي فاتت، اللي هو السايد يمين سايد شمال ورجلك على اللاين، كل الكلام ده سهل شويه في البروليك. هيورينا كام بوز دلوقتي، فرونت وباك. اتفضل ورينا كل الاوبشنز بتاعت الفرونت، والاوبشن اللي انت هتختاره اللي هو احلى واحد ليك، عشان هم يشوفوا الاوبشنز ويجرب هو مع نفسه، يشوف ده احلى شكل ليا فيه، يبقى ده اللي حاسبت عليه. اتفضل ارجع ورا شويه. يلا ما شاء الله، صلوا على النبي يا جماعه. ما شاء الله، ده الفرونت، ده برضو فرونت بس ليه اوبشن، ده برضو فرونت بس ده اوبشن مختلف. يعني ده المفروض انه كده كده اللي هو حط ايده الاثنين في وسطه، ده فرونت بوز، وده كده برضو فرونت بوز، بس بتختلف ما بين برضو اللاعب، انت شايف نفسك حلو في انهي بوز. اشرح له الرجل اصلا. طيب الرجل برضو مازال مخلي الرجلين الاثنين جنب بعض، ما ولا رجل ولا رجل ولا رجل قدام. تمام، اعمل البوز الثاني يا لطيفه. طيب دي هو عوج نفسه، يعني هو بقى فيه تقويصه شويه في البوز، بس ما زالت رجله على نفس اللاين، مفيش ولا رجل قدام ولا رجل ورا. عايز اقول حاجه بس، انت ممكن تشد السمانه من غير ما تعمل اي حاجه، بمعنى انا واقف هو عادي، انا كده شد السمانه كده مش شددها، بس كل بساطه. فانت وانت واقف فرونت بوز بدأ ما توقفش 11 مليون المية، افتح السنة حلو وقرص على سمانتك حاجة بسيطة. ازاي؟ تانية ركبة بسيطة، قرصة بسيطة، هتقوم مبينة لك خط السمانة والسمانة هتبان. صح ولا لا يا أستاذ إسلام؟ صح. ينفع يعني؟ طيب باك بوز يا بطل. طيب الباك بوز هو تقريبا الناس مش هتلاحظ الفرق ما بينه وما بين اللي كان في الاليت، هو الفرق كله ان هو مش حاطط ايده في وسطه، فهو قدر هنا ان هو يعمل مساحه اكبر، قدر ان هو يفتح اللاتس اكتر، قدر ان هو يكون يعني على الستيج متوازن اكتر لحد ما. طب حط ايدك كده في وسطك معلش يا بطيخه. طيب هو هنا لما حط ايده في وسطه بدات مساحه ظهره يمكن قلت شويه، هي مش قوي بس شويه. طيب هنشوف مع بعض دلوقتي الفرونت بوزز والباك بوزز الاوبشنين من غير اي تعليق ولا اي كلام، هنستمتع ونركز في التفاصيل، الرجلين، البطن، الايد، كم صباع، لان انا بشوف حاجات غريبه، في ناس بتعمل كده وفي سبايدر مان بيحصل في الموضوع. مش هنقلب شاي، احنا من غير سكر، اي حاجه بناخدها من غير سكر. ف يعني ماشي، على فكره معلومه بس ازود من غير ما اتريق كتير، انا اتريق عادي، انتوا خلوا الناس تحبكم. الكلام اللي انا هقوله دون هو عن حكم بالفعل هو قاله لي، بس مش قاله لي عشان انا كنت بعمله. في حكام بتستفز قوي 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 من الحركه اللي هو لسه سموي قايل عليها، اللي هي بتقعد تعمل ايه كده دي. ليه؟ هو الحكم بيكون مش عايز حاجه تجذب انتباهه غير عضلاتك. انت لما بتقعد تهز ايدك غصب عنه عينه بتروح لايدك التاس دي، فبيحس باستفزاز. تمام، فبيبدا يستبعدك تدريجي، ده لو هو معقد اساسا ممكن يخرج بره التوب 10. زي ما قلت لكم في بادي بيلدينج، اللي بيطلع بيقعد يعمل كده يعمل كده يعمل كده يعمل كده يعمل كده موست ماسكولر نص ساعه، واحنا الماتش لسه ما بداش، فاهم؟ يعني خلاص هسكت، مش عارف. ممكن تفضل ورينا البوزز كلهم. وحش، كمان انت على المسرح دلوقتي والنبي ابتسم، اتعود من دلوقتي عشان يوم المسرح تعرف تبتسم. بس والله بس انا معلش يوم هتبقى مغيب بيومها، انا واخد بالي مغيب. لا لا تعال معلش معلش، وحش، هم مقدرين ده وهيكتبوا لك حاجات جميله. جامد. طيب معلش ثانية واحدة، عيد البوز ده، ركز في الحتة دي، انت عندك الفي جميلة جدا حلو، ساعات حط ايدك تحتيها بصمت،
لان انت لو حطيتها عليها ضيعتها حرام. فاهم؟ شوف الفرق. وحش وحش ما شاء الله. افتح ظهرك سنه، اقفل ايدك سنه، كوعينك سنه بس. وحش. keep going keep going transition. خدوا بالكم الحته بين البوز والبوز. ما شاء الله عليك. وحش صحيح. وحش ما شاء الله. صحيح صحيح. متعنا. ايوه ايوه متعنا. ايوه كده حصل. وحش. افرق ايدك سنه برضو. حلو جميل ما شاء الله. اتمنى تكون فديتكم الحلقه دي. الحمد لله بطيخه عاش حبيبي، ما وقعش مننا. ثانك يو. فت الناس كلمه للناس. دعواتكم بقى في اللي جاي باذن الله. البطوله بعد 14 يوم وتعبت جامد والحمد لله. يعني انا راضي على المستوى اللي انا وصلت له، واتمنى ان انا اشرف الناس كلها واصحابي ومدربي واخواتي. انت اوريدي مشرف كل حاجه كل حاجه والله. وهتشوف كومنتات الناس عشان ما اقعدش اشكر فيك. انت شوف الناس هتقول ايه. اسلام جاهز؟ جاهز. طيب هعمل لكم حلقه انا والبوس ده فيها كميه سيكريتس واسرار عن الفيزيك، عن بالتحديد عن اتحاد البرو ليج والاليت اللي الناس كتير بتقعد تسال. انا مثلا دلوقتي انا كلاعب بس خليها مفاجاه في الحلقه. انت لعبت انه قبل انه ماتش قبل كده؟ لا بص، هو انا تقريبا يعني 10 ماتشات تقريبا منهم اليت ولا برو. الاثنين يعني عندك خبره في الاثنين؟ في الاثنين. عشان يعني انت ما كنتش ماشي كده في الشارع وتقول كوتش بعد اذنك هو انت بتلعب فيزيك؟ قلت لي اه. طب ممكن تصور معاك؟ لا طبعا. يعني عندك اكسبيرينس؟ طبعا. هتشوفوا الصور وهتشوفوا الحلقه وهتفهموا ان انا ما بجيبش اي حد ان شاء الله. ان شاء الله تعالى اتفرجوا على الحلقه الجايه هتعجبكم، هيبقى فيها اسرار كالعاده.